بكم متابعين فاستيفي، رجعنا لكم في لقاء جديد. حنا مازلنا كنتحدثوا على الفن والفنانين، واليوم غادي معنا السيد عبد الحفيظ شردة بصفته الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للموسيقيين المحترفين، اللي غادي يقربنا اكثر من الدور ديال النقابات الوطنية المسؤولة على المجال الفني. اهلا بك سي عبد الحفيظ. مرحبا اختي الكريمة. سي عبد الحفيظ، كنعرفوا ان يعني المجال الفني كيعاني من مجموعه من المشاكل، وحنا كنعرفوا ان النقابه عندها دور ديالها الاساسي هو انها تحل هذه المشاكل وتوقف عليهم. فبالنسبه لك بغينا تقربنا اكثر من شنو هما الوظيفه الاساسيه للنقابه، شنو هما الحويجات اللي معنيه بهم النقابه بالدرجه الاولى. انا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. جوابا للسؤال ديالك الاخت الكريمه، الدور ديال النقابه، الحمد لله حنا في المغرب دوله ديال المؤسسات، وكل مؤسسه عندها اختصاصات ديالها وعندها مهام ديالها وعندها حدود ديالها. فالنقابه بصفه عامه هي كتكون واحد القوه اقتراحيه وشريك بالنسبه للوزاره الوصيه في ايجاد مجموعه من الحلول لمجموعه من المشاكل اللي كيعاني منها القطاع. كنهضر على النقابه الوطنيه للموسيقيين المحترفين اللي كتهتم بالشان الفني الموسيقي في المغرب ووضعيه الفنان الموسيقي في المغرب. فالنقابه كتعطي مجموعه من الاقتراحات، ما كتعطيش الحلول. النقابه ماشي هي القوه التشريعيه، بل هي قوه اقتراحيه لايجاد مجموعه من الحلول، وكيبقى الامر للوزاره والمؤسسه التشريعيه اللي هي البرلمان عبر الفرق البرلمانيه ديالها في ايجاد مجموعه من المشاريع القوانين اللي ممكن على انها تعالج القضايا اللي كيعاني منها الموسيقي والفنان بصفه عامه في المغرب. فاحنا كندرسوا مجموعه من المشاكل اللي كيعاني منها الفنان عن قرب، بحكم ان النقابه الوطنيه للموسيقيين المحترفين فهي عندها تمثيليه في جميع ربوع المملكه وحتى خارج الوطن، حتى في الدول الاوروبيه عندنا مناديب ديالنا، حتى في دول الخليج عندنا مناديب ديالنا، وبالتالي كتوصلنا وكنمشيو ونوقفوا في عين المكان على مجموعه من المشاكل، وكنطرحوها للوزاره الوصيه هذا المشكل، وكنطرحوا معاه حتى الحل اللي كنشوفوه انسب، بحكم اننا حنا ولاد الميدان وممارسين في الميدان وكنعرفوا الخبايا، كنعرفوا الخبايا ديال الميدان. وي يعني كتقول بان الوزاره هي اللي مسؤوله يعني تقدم حلول، يعني تحل هذوك المشاكل، انتم غير كتوصلوهم لها، يعني انتم غير صله الوصل. حنا هما دوك كما تنقولوا صله الوصل او الوسيط ما بين المشاكل اللي كيعاني منها الفنان والجهه اللي ممكن على انها تلقى له الحل، ولكن لان الوزاره هي عباره عن واحد الجهاز اللي فيه موظفين وفيه مسؤولين اللي ما كيمارسوش الفن. ممكن على انه يكون الموظف خريج جامعه حاصل على اجازه في لاكونطابيليتي ولا في هذا وكيسير، الوزير هو عباره عن منصب سياسي كينفذ الايديولوجيه ديال الحزب ديالو في تسيير واحد القطع، ولكن حنا كممارسين كنعطيه المشكل هما من الناحيه التنظيميه والتسييريه والمشاريع القوانين، واستنادا الى ما يخول لهم الدستور كيلقاو المشكل بناء على المقترح اللي كنقدموا لهم حنايا. كيلقاو الحل بناء على المقترح، لان حنا اهل الاختصاص واهل الميدان، لان النقابه ديال الموسيقيين راه كتكون من موسيقيين، ما كتكونش من ناس اللي هما خارجين على هذا الفوالا. وعلى سير قلتي بانك كتقدموا لهم مقترحات وكتوصلوا المشاكل ديال الفنانين والموسيقيين للوزاره، فحنا كنلاحظوا في الاونه الاخيره مجموعه من المشاكل بطبيعه الحال، والوزاره ياك هي اللي مخول لها انها تحل هذوك المشاكل. فبالنسبه لك انت دويتي قبيله على واحد النقطه اللي اساسيه، اللي هي ان الوزاره ملي كتقدموا لها المشاكل ديال الفنان وكتبغي تحلهم، لان هي ماشي قريبه من الفنان ما كتكونش عارفه بالحال ديال الفنان، فانتوما قراب من الفنانين وكتعرفوا الاحوال ديالهم. ففي الوقت اللي ملي كيكونوا تتم المصادقه على مجموعه من المشاريع ديال القوانين وكيبقى واحد ايام وسنوات حبيسه الرفوف، كيفاش كتدخلوا نتوما؟ شنو الدور ديالكم؟ هذا المشكل هذا كنعانيو منه في الوسط الفني منذ سنوات. نعطيك مثال ديال قانون الفنان. قانون الفنان كنتصادق عليه في الغرفتين في 2016، وكنبداو المشاريع ديالو راه في
2006 2007 2008 الفرق البرلمانيه كانت اشتغلت على هذا المشروع قانون الفنان، وكانوا فيه مجموعه من البنود اللي لو كان خرجت للوجود كون ما تنعانيوش بزاف ديال المشاكل. ابرز هذه البنود هذه واللي مازلنا لحد الان كنطالبوا به هو اجباريه العقود. هذا كاين في قانون الفنان، انه اي فنان موسيقي بالخصوص كنهضروا حنا لاننا نمثل نقابه الموسيقي، لان هضرنا على الفن راه كنهضروا عليه، راه واحد القطاع كبير اللي فيه بزاف ديال الحوايج، ولكن الموسيقي كان غيستافد من 2016 لو كان تفعل هذاك البند ديال اجباريه العقود، كان غادي يحميه ويحمي الحقوق ديالو وينظم العلاقة الشغلية ما بينه وما بين المشغل ديالو، سواء في المناطق السياحية، سواء في التلفازة، سواء في الانتاجات الفنية، في الحفلات، في المهرجانات. هاد البند ما تفعلش. منين درنا بعض الملاحظات ديالنا لقينا على انه واخا كيخرج القانون في المؤسسة التشريعية، لا بد من الوزير اصدار مراسيم اللي كتفعل هذوك البنود. وبالتالي احنا من هذا المنبر هذا كنطالبوا السيد الوزير، وعندنا ثقه كبيره فيه، لان كان عندنا لقاءات مباشره معاه، لمسنا فيه القرب ديالو والتفهم ديالو والنيه الصادقه ديالو في العمل، وكنطالبوا منه انه يسرع لنا بتفعيل هاد البند ديال إجبارية العقود. لأن هاد العقد اللي كيربط ما بين هاد الموسيقي والمشغل ديالو غيعطيه مجموعة من الامتيازات، غادي نجيو لها إن شاء الله في الحوار. وفي التسريع مادام تبيتي على التسريع، فهاد الأمر ما كيعنيش غير هاد الجانب هذا، وإنما حنا دابا مؤخرا كينطرح واحد المشكل كبير اللي هو أي فنان كيمرض فكنبداو أننا نطلبوا التعاطف ديال الوزاره والتعاطف ديال الفنانين بعض المرات. واخر مثال اللي هي السيده خديجه البيضاوي، فكاين واحد المؤسسه اللي يعني مؤخرا قالوا ان غيتم الاحداث ديالها، مؤسسه اجتماعيه اللي غترعى الفنان من الناحيه الصحيه. فهاد بما اننا كندويو على التسريع، فحتى هذه نقطه اللي لازم ان تسرع العمل، يعني اول مشروع خرج صادق عليه، ففاش كنتسناو بانه تنفذ. هو هذا هو المشكل اللي كنعانيو منه حنايا، هو تفعيل القوانين. القانون كاين ولكن خصو يتفعل. دابا التفعيل ديالو والتنزيل ديالو على ارض الواقع باش لانه مشروع القانون منين تيخرج وتيتصادق عليه، راه تيتصادق عليه كما تنقولوا جمله وتفصيله، بميزانياته، باجراءاته، باجهزته، بتنظيماته، بجميع القوانين الملزمه بتفعيله، ولكن كيبقى حابس الرفوف. احنا ملينا من اننا نشوفوا، وكيبقى يتفاجئ حتى الجمهور انه كيشوف واحد الفنان موسيقي او لا فنان ممثل او لا مسرحي، كيشوفوا في واحد الصوره طيلة مساره المهني، ومني كيشوفوا في اخر المطاف تيتفاجئ على انه مثلا ما قدرش يتكلف هو او الجهه الوصيه عليه حتى بالتطبيب. ما بقيناش كنهضروا على شي حاجه كبيره بقدر ما كنهضروا دابا على العيش الكريم، كنهضروا على انه يكون الانسان الكرامه ديالو، لانه ملي كيمرض الانسان وتيولي عرضه، تيولي عرضة للشفقة ويبقاو يسترزقوا به وحدين اخرين، لان راه هذا الشيء راه وقع في كورونا، وقع في بزاف ديال الفنانين اللي مساكن استرزقوا بهم وحدين اخرين، طلبوا بهم، سعوا بهم، خداو الفلوس وما وصلهم والو. راه كان سمعوا في وسائل الاعلام على انه تمت الاعانه بكذا وكذا، وكيف ملي كتسول الفنان تقول ما عطاوني والو. وعندنا امثله عديده ديال الفنانين وقعوا في هذا المشكل هذا. فاحنا كنعرفوا مؤخرا قال يعني الوزير ديال الثقافه قال بان خاصنا اننا يكون عندنا نقابات، واحد التعدد ديال النقابات وجمعيات. فواش هذا التعدد ديال النقابات وجمعيات غيخدم صالح ديال، بالنسبه لك كتشوف انه غيخدم المصلحه ديال الفنان؟ لانها كامله كتحمل شعار اننا جينا باش نحمي الحقوق ديال الفنان ونوقفوا مع الفنان. واش كتشوف ان هذا التعدد لازم ان يكون عندنا التعدد كامل ديال الجمعيات والنقابات باش نحميو الفنان؟ وهو التعدد
هو ظاهرة صحية، ولكن إذا كانت الغاية نبيلة، إذا كان الغاية ديال، لأن الفن كبير، الفن راه فيه كما قلنا مجموعة من، لأن إلا جات نقابة وحدة تهضر لك على الفنان، واش تهضر على النحت، واش تهضر على الرسام، واش تهضر على المسرحي، يعني أنا كنقول على أنه إذا كان كل صنف فني عنده نقابة مزيانة. علاش؟ لأن هذاك اللي غيكون المكاتب اللي غتكون مهتمة بهذاك القطاع غتكون ممارسة فيه وعارفة بالخبايا ديالو وغتكون كتخدم فيه أكثر. ولكن باش تكون عندنا بزاف ديال النقابات في قطاع واحد، هنا كنطرحوا علامات الاستفهام حول ماذا؟ حول الدمم ديال هادوك الناس والغاية ديالهم، وحتى طريقة العمل كتكشف لك. ملي كتكون نتايا فقط نقابة دايرها قريبة غير من الوزارة، كتعامل انت غير مع الوزارة ومع الأشخاص، وانت نقابة فيها واحد العشرة ديال الناس ولا خمسة ديال الناس ولا سبعة ديال الناس ناضوا قالوا نديروا نقابة باش كيمشي للمكتب، ما عنده حتى تمثيليه. يعني كيشوف انا لا داعي من التعدد الا كان ما كيخدمش مصلحه ديال مادام غادي نخدموا مصلحه وحده، يديك ها يديا ها يديا ها يديك. الا كنت كانت نفس الغايه هو اننا غادي نخدموا المصلحه ديال هذا الموسيقي او هذا نحميو له، ف تكون انت المسؤول ولا انا المسؤول. ماشي هو هذاك، ماشي هو ذاك الغايه، الغايه هو هذاك الممارس، لان النقابه ما دارتش على ذاك المسؤول ولا على ذاك المكتب، النقابه دارت على هذاك الممارس باش حقه يوصل له. لانه الله سبحانه وتعالى سخر هذا لهذا، فالله سبحانه وتعالى عطى واحد الانسان واحد النوع اما ديال العلم، ثقافه، درايه، شجاعه، باش انه هو يقود واحد السفينه، فالاخرين ما عليهم الا يتعاونوا معاه. ماشي تفرق، لان لا تفرقتي في نفس الميدان كتضارب المصالح وكنوليو كنتصارعوا بيناتنا، فعاد ديما نتصارعوا على هم وعلى مشكل. هذا انا كنشوف على انه يعني خاصنا نقولوا كفى التضارب المصالح في النقابات المغربيه اللي كتعنى بالوضعيه ديال الفنان اختي، حتى شوف اختي، حتى الميدان راه كما تنقولوا يثبت في النقابه الوطنيه الموسيقيه المحترفين، فراها ماشي راه ولات دابا نقابه رقم واحد في المغرب بحكم عدد المنخرطين ديالها، بحكم عدد المكاتب الإقليمية والجهوية اللي عندها، بحكم عدد المناديب. راه وصلت لأننا عندنا مناديب في أوروبا، عندنا مكاتب في المغرب العميق، عندنا مكاتب في الجهات المغرب كامل. يعني كتشوف أن التعدد مطلوب، ولكن الصالح ديال الفنان خاصو يكون عنده الأولوية الأولى. فاحنا دابا غندويو على واحد النقطة اللي هي من اهم الحويجات اللي كيهموا الفنان، اللي هي بطاقه الفنان. فحنايا في واحد دابا كان فصل الصيف وكنلاحظوا ان هو اصلا بطاقه ديال الفنان خالقه مشكل، يعني من البدايه وهي خالقه مشكل، ولكن كنلاحظوا في هذه الاونه الاخيره ديال الصيف فكيكون يعني عطال، كيكونوا الناس خارجين دي كونجي، فكيتم تعطيل ديال الصدور ديال هذيك بطاقه الفنان. شو تقول في هذه النقطه؟ هي البطاقة المهنية والاسم ديالها البطاقة المهنية. أولا نبدأ بالتعريف ديالها. هي راه بطاقة مهنية كتثبت على أن هذاك الإنسان الحامل هذيك البطاقة أنه يمارس الفن. واخ هذا الأول، يعني هي ليست ببطاقة الكفاءة، أنه اللي عنده البطاقة المهنية راه كما تنقولوا متميز، واللي ما عندوش واخ. أنت هضرتي على الصيف، أنا غنجيبها لك من قبل كورونا كاملة. ما كانتش كانت فيما كنا كنبغيو نمشيو للمندوبيه كنلقاو مثلا شخص مصاب ولا شخصين مصابين في الوزاره، كتلقى بحكم مخالط كتسد. يعني كورونا كامله كانت مره تكون اللجنه مجتمعه باش تثبت في الملفات، ماشي كيعطل راه كيعدم المصالح ديال الموسيقي. نعطيك مثال، فهو الموسيقي كيحتاجها في التعاضديه، كيطلبوا له البطاقه المهنيه باش ينخرط في الحقوق المجاورة، كيطلبوا له البطاقة المهنية باش ينخرط. إلا بغى يتنقل كيستافد هو من داك التخفيضات ديال القطار وهذا. إذا البطاقة المهنية بالنسبة
الموسيقي ما مرتبطاش غير بالمهنه، مرتبطه بمجموعه من المصالح اللي كيحتاجهم فيها. اما كان ما كيحتاجهمش فيها فهو راه فنان، ما غيحتاجش هو البطاقه باش يتسمى فنان. ولكن دابا راه كما تنقولوا كما بديت الحوار باننا نحن في دوله المؤسسات، فكما للسائق بطاقة مهنية، للطبيب بطاقة مهنية، للمحامي بطاقة ترى عنده بطاقة مهنية، ومن حقه على أنه يأخذها بدون تعقيدات، بدون بيروقراطية، بدون تماطل، بدون أي مشكل يكون عنده فيها. مؤخرا كاينين دابا في شهر 8 كان مجموعة من الإخوان اللي هما كانوا كما تنقولوا واقفين على أنه خصهم البطاقة المهنية ديالهم، فهم اون كونجي في عطلة. وبالتالي ونزيدك الموارد البشريه المرصوده لهذه البطاقه الفنيه ما تقريبا جوج الاشخاص، واحد في الفرز وواحد في الطباعه. اللجنه التي تبت في هذه الملفات فانتهت الصلاحيه ديالها في بدايه السنه، والسيد الوزير كان عطى اوامر بانه تشكل لجنه جديده. لحد الان باقي ما تشكلتش لجنه جديده وتدبر المسائل بشكل ارتجالي. يعني ممكن تمشي اللي كتقترح انت؟ حنا كنقابه درسنا هذا الملف في المكتب التنفيذي ودرسنا هذه القضيه، لقينا واقترحناها على السيد الوزير هو انه مادام عندنا مديريات ومندوبيات جهويه فبالاحرى تشكل واحد اللجان بالمعايير اللي كتشكل عليها في الوزاره، ممثل من السلطة، ممثل من وزارة الثقافة، ممثل من النقابات، ممثل من الجمعيات، ممثل من كذا، ودار واحد اللجان عبر التراب الوطني. كل مندوبية في الجهات ديال المغرب عندنا 12 جهة تكون فيها 12 لجنة، وفي عوض لما يجي واحد الفنان من العيون حتى للرباط باش يستلم البطاقة ديالو أو تعطل عليه، ف وغادي تزيد حتى المصداقيه. مادام دابا حنا لان بعض المرات كنلقاو واحد المشكل تيجي شي واحد تيقول لك واحد الانسان ما عنده حتى علاقه بالفن وعنده البطاقه المهنيه. علاش؟ لانه في اللجنه شنو جاوه؟ ما جاش كما تنقولوا لا بيرسون فيزيك، ما جاش الشخص، جاوه وثائق. وحنا كنعرفوا في المغرب شنو كطلب له؟ حسن السيره، كطلب له صور هو يزاول، هذيك الصور اللي كيزاول بها هو العمل ديالو. ممكن لانه نشد انا اله ونتصور بها التقنيه ديال الفيديو على انه كيعزف. ممكن انا عندنا لي بلاي باك، عندنا بزاف د الحوايج، حنا كنشرحوا شنو التجاوزات اللي تتوقع. ثم تطلبوا منه عقود، فبالله عليكم يوريوني شي واحد موسيقي في المغرب خدام شي محل بعقد. كون كانوا عندنا العقود ما غيكونوش عندنا المشاكل ديال انسان كتلقاه دوز في واحد المحل 30 سنه هو خدام فيه وكيخرجوه ما عنده حتى شي عقد مع صاحب المحل. وبالتالي حنا كنقولوا على انه هذوك المندوبيات وهذوك المديريات الاقليميه والجهويه هما اللي تعطاهم الصلاحيه، لان ماشي شي حاجه اللي هي وغادي قاعده لهذيك الدرجه باش تبقى ماشي شي حاجه كبيره خالقه مشكل حتى لحد عطاوها واحد الهاله كبيره. والوزاره عندها الموارد البشريه قليله باش تغطي طلبات ديالنا. تقريبا كاينه 50 ولا 60 الف ملف محطوط، كي غادي يدير يفرزها واحد ويطبعها واحد. شكرا لك السي عبد الحفيظ على كاع المعلومات اللي وضحتي لنا وقربتينا من العمل النقابي في المجال الفني. فكان هذا هو لقاءنا اليوم، على امل ان نتلاقاكم في لقاء جديد ومع ضيف جديد ان شاء الله. السلام عليكم.